بسم الله الرحمن الرحيم. سيادتك ده جزء من قاموس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مصنوع من الكتان اهدى اليه من مصر. القاموس نفسه اللي من تحت الخيط ده صنع للحمايه. رائحته زكيه كرائحه الروضه. صلى الله عليه وسلم. هذا الفانوس بداخله اربع خصلات من شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في فخامتك لو ركزنا كده هنشوف اربع شعرات طالعين منه. صلى الله عليه وسلم من الشعر عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم وشعره صلى الله عليه وسلم لا يبيد ولا يفنى. نعم نعم وليس له ظل. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. تمام سيدي. بسم الله. هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها مكة فاتحا، وهي من شجر اسمه الشوجب ينبت في بلاد الحجاز. أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصنام وقرأ قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقال كان إذا أشار بها إلى صنم يخر هذا الصنم. صلى الله. هذه المكحلة والمرود، وكان الكحل من عادة العرب قديما. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بكحل اسمه الإسمد. المكحلة الجزء الأمامي مصنوع من النحاس الأحمر، واليد من المعدن، المرود كله من المعدن. صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله. وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه العضد، لأنه حد وقاطع من الناحيتين. أهداه له سيدنا سعد بن عبادة، لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حرب ولا قتال، إنما كان يتكئ عليه عند صعوده للمنبر. صلى الله عليه وسلم. هذا المصحف كتبه سيدنا علي كرم الله وجهه بالخط الكوفي، صفحاته 501 صفحة، وزنه 4.5 كيلو، ليس منقوطا ولا مشكلا، رضي الله عنه وأرضاه. كتب على رقاع من جلد الغزال. ما شاء الله ما شاء الله. عندكم خير كتير. ربنا يكرمك. خير كتير وكل سنة. لا متشكرين يا رب. شرفتنا في خمسة رئيس. لا ده أنا اتشرفت والله. ربنا يكرمك يا فندم. أشوفكم وأحترم. شرفنا بمعرفة خمتك يا فندم. الله يبارك فيك بإذن النبي محمد. صلى الله عليه وسلم.